كيف ما بقرش انني وقف مع السيد هنا قدام 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 هذه الحي هذا السياره ديالو وتنتسنى في السيد اللي في السياره ديالو هذه غادي يجيب لي شي سلعه بما انني تنتواجد في الحي اللي تيسكن فيه الاخ ديالي غادي نطلع عليه وغادي نمشي تمام مباشره جاوا جوج ديال الاشخاص وقفوا عليا العدد ديالهم شحال خمسه ولا جوج ديال الاشخاص مباشره وقفوا عليا مباشره بحال هكا ملي تجابت معاهم في الهضره وتشانقت انا وياهم شي واحد قراطاني من اللور وبدا تينزل عليا الطق ملي تميت غادي يهرب غن تنسمعهم تيقولوا واش هذا هو خو البوليسي هذا هو خو البوليسي وبداو يضربوا وبداو يعيروا اذا انت ماشي ولد المنطقه جيتي عند خوك اللي كيستاهل اللي كي انت ولد البرنوسي جيتي عند الاخ ديالك اللي هو كيشتغل في قطاع في سلك الامن الوطني اذا سمعتيهم بانهم كيقول لي هذا خو البوليسي خو البوليسي وكيفاش الحوار اللي دار بينك وبينهم شنو قالوا لك واش عطينا شي حاجه واش محاوله سرقه الحوار كان في جوج ديال الثواني في رمشه عين انت لحد الساعه ما عرفتيش شنو بين شنو المشكل طريقه خايبه قال لي قارو قال لك عطينا قارو هذا هو السؤال اذا انت بغيتي تعطيه قارو تفاجئتي به كيضربك ولا شنو ما فهمتش انا علاش انا بالضبط قال لي يعطيني قارو علاش انا بالضبط عطاني قارو ما فهمتش واش انا هاز قارو ولا بكي في جيبي ولا ما فهمتش انت ما جاوبتي حتى شي حاجه كتفاجئ بالضرب بالضرب اخر دواء هذا حط يده عليا لا هذا وتشادينا يعني اش كيبان لك انت هاد الاشخاص جايين مستهدفينك ولا غير هذاك الشعير بالصدفه؟ هاد الاشخاص هذا على مسامع الاذن ديالي انايا ولات الساكنه هنايا. هما شحال من واحد في المجموع ديالهم؟ جوج كانوا مباشره معايا وثلاثه راه ما شفتش الوجه ديالي. يعني خمسه ديال الاشخاص، انت كيفاش كتحس دابا بالصحه ديالك انت شنو كتحس شنو الضرب فين مضروب على مستوى الراس فين؟ باقي الدم سخون دابا باقي الدم سخون. واش ضربوك بواسطه السلاح الابيض؟ لا ما كاينش السلاح الابيض ما ضربونيش السلاح الابيض. واش كتعرف الاشخاص كتعرفهم؟ شفت عقلتي لهم على وجههم الاسم ديالهم الاسم ديالهم قلتي لنا لقب لقب على مسامع الاذن ديالي يعني باسه والاخر ما عرفتش شنو سميتو السكسي ولا الساكسه ولا ما عرفتش شنو سميتو بالضبط هرسوا شي سيارات داروا شي حاجه هنايا لا لا يعني استهدفوك انت وحدك صافي انت عندك معاهم شي عداوه يعني ما فايتش لك سبق عرفتيهم انا ماشي ولد السفينه هنايا مشيتي عند هذا الاخ ديالك اللي كيشتغل في سلك الامن الوطني وسمعتيهم باللي قال ليه ضرب ضرب هذا راه خو البوليسي يعطي لمو ضربوا بحال هاد العبارات هادي الموبيل وطلعوا حتى للبروميير ايطاج طلعت انا للدوزيام ايطاج والاخ ديالك واش فايت عنده شي شنان معاهم شي حاجه ما بغيتش نعرف انا الطبيعه ديال الاخ ديالي في الحي ديالو كيفاش دايره يعني انت ما عرفتي والو انت ضحيه اذا انت كتصرغ تتابعهم ضروري ضروري حيتاش ما بقاش بالنسبه لي ما بقاش الامن هنايا دابا كتسنى سياره الاسعاف ضروري الضرب كما قلتي لي على مستوى الظهر على الراس فين الجانبين بجوج واليد اسمح لي نوريو المشاهدين اسمح لي اذا كنشوفوا شويه ديال الدم مشاهدين متتبعي قناه 24 ما ضربوكش بواسطه السلاح الابيض داير وكانوا عندهم السلاح الابيض شفتيه هزين شكرا دابا كتسنى سياره الاسعاف الله يجيب الشفاء اخي الله يجيب الشفاء ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي